وخلوني ابتدي لكم بمجموعه من الصور جات لي من لندن. نشوف الصور دي. الصور دي موجوده، هتلاقوها في على الاتوبيسات في لندن، على التاكسيات في لندن، على محطات، في محطات الاندر جراوند او محطات المترو في لندن، كلها بتقول انه this is Egypt. هذه الصور بتدعوك للسياحة او بتدعو السائح الانجليزي للسياحة في مصر. طبعا مش بتعرض مصر كمصر، ولكن بتختار اماكن معينة زي شرم الشيخ، مشاهد معينة. ودي بداية الحملة اللي بدأت وزارة السياحة وطبعا شركة JWT بإطلاقها في بريطانيا. موجودة مش بس في الأندر جراوندز، موجودة مش بس في على التاكسيات، موجودة مش بس في أدي هو في الأندر. أي حد عارف لندن يا جماعة عارف إن ده مكان للأندر جراوند، وده يعني زي التانل أو النفق للأندر جراوند في بريطانيا أو في لندن. لكن كمان موجودة في هيثرو، وده صورة من المطار، وموجودة أيضا في بيكاديلي سكوير أو في ميدان بيكاديلي، وهو واحد اللي هو جنب لاستر سكوير، مكان اللي فيه السينمات وكده، كلنا طبعا كل اللي بيروحوا لندن عارفينه بيكاديلي سكوير، حيث برضو this is Egypt. ابتدينا كمان نشوف الحملة. الحملة دي بدأت في نوفمبر مع أسبوع السياحة في لندن اللي كان في أوائل نوفمبر، ثم ابتدينا نشوف هذه الصور. الصور دي ابتدت تجيلي من مواطنين عاديين شافوا الحملة، ابتدوا يشوفوا الصور، ابتدوا يبعتوا لنا من لندن هذه الصور اللي ابتدت تبقى موجودة في عدد كبير من الأماكن. خلونا نشوف This is Egypt ونرجع نشوف الحملة دي موجودة فين، هل مؤثرة ولا لا، هل ممكن أن تكون بداية لعودة السياحة. This is Egypt. أظن ده واحد من أفضل الإعلانات أو أفضل الميديا كامبينز اللي نزلت عن مصر. الحقيقة إنه أنا شفت ده على السي إن إن، لكن كمان مش أنا اللي أقدر أحلل، يعني يمكن أنا عجبني كميوزك، عجبني كاختيار لي كمونتاج، كاختيار لصور، لكن خلونا نفهم من المتخصصين ما إذا كانت هذه الحملة مؤثرة ولا لأ، هل توقيتاتها، هل أماكن عرضها. أكيد في طريقة علمية أخرى للتحليل غير فكرة إن أنا يعجبني شكل الإعلان اللي ابتدينا نشوفه في محطات أجنبية كثيرة. ريهام الصاوي مدير عام شركة مايند شير، ريهام مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. قولي لي، وانتوا بتحللوا يعني الكامبينز زي دي، وانتوا بتحللوا حملات الترويج، بتحللوها ازاي وتقدروا تعرفوا اذا كانت مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ طيب خليني ارجع بس خطوة لورا، اقول لحضرتك احنا مين اللي بنشتغل على الشركة. الحملة دي اتلت بجي دبليو تي زي ما حضرتك عارفة، واحنا كونسورتيوم من 4 شركات. فمايند شير انا اللي مسؤوله عن الميديا، فانا اللي بحجز الاعلانات في البلاد المختلفه. معانا شركه ثانيه اسمها تي ان اس، الشركه دي بتاعه ريسيرش، ودي احنا بنعتمد عليها اعتماد كلي قبل ما بننزل بالحمله وفي وسط الحمله وبعد ما بنخلص الحمله.
ومعانا شركه بي ار، فاحنا مجموعه من 4 شركات. فده بس باك جراوند، احنا تقريبا 600 شخص بيشتغلوا على الحمله دي في اكثر من 26 مكتب جلوبال. احنا بنقيس الحمله ازاي؟ احنا عندنا اون جوينج ريسيرش. الريسيرش ده او الابحاث اللي احنا بنستخدمها في كل ال 26 بلد اللي احنا بنكلمهم. من قبل ما بننزل بالحمله بنعمل الابحاث بتاعتنا، نبقى عارفين هو ده الوقت المناسب اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو السيزوناليتي او الميعاد المناسب للسياحه الوافده لمصر من البلد دي ولا لا. بنشوف امتى مده الحجز اللي بتيجي من البلاد المختلفه، يعني في بلاد زي امريكا مثلا بنكلمهم قبليها بفتره كبيره جدا، غير مثلا البلاد زي بتاعه الخليج بيبقوا محتاجين وقت اقل ان هم يجوا مصر، فكل بلد وليها الابحاث بتاعتها. فده قبل ما نشتغل الحمله. في وسط الحمله طبعا واحنا شغالين بنقدر نقيس مردود الحمله او بنبقى حاسين بمردود الحمله من اهم حاجه مثلا الديجيتال اوكي او الاونلاين، من عدد الكليكس اللي بتجيلنا على الاعلان. الحمد لله احنا مثلا في اول 3 ايام اول بس ما حطينا الاعلان على الفيسبوك بيج بتاعت الحمله وصلنا لاكثر من 3 مليون فيو، و3 مليون فيو كامل على الاعلان. ده رقم عالي جدا، احنا بنتكلم على 40% اعلى من الافريج ماركت. ده واحنا شغالين وكل بلد بنقيسها بنفس الطريقه. بنيجي بعد ما نخلص الاعلان احنا بنتعامل زي ما بقول لحضرتك، احنا في شركه بتاعت ريسيرش وبنعتمد على اللي بنقول عليه ثيرد بارتي ريسيرش. يعني بنيجي مثلا في التلفزيون بنقيسه بحاجه اسمها البيبل ميتر، نبقى عارفين بالظبط نسبه المشاهده وبندفع على نسبه المشاهده. نفس القصه في الاوت دور، نفس القصه في الراديو، نفس القصه في الاونلاين. فاحنا يعني البيز بتاعنا في شغلنا كله هو الابحاث. كم نقطة يعني دلوقتي انتوا حاطين ده نزل ده في انجلترا بس ولا ابتدى يكون في دول اخرى؟ لا احنا ابتدينا، انا بس عايزة ادي حضرتك بس باك جراوند كده شوية. احنا مصر يمكن مختلفة شوية في يعني البرسنتج السياحة من انهي دول؟ احنا بنتكلم على 75% من السياحة الواردة لمصر جاية من 4 اسواق اللي هم ايطاليا، انجلترا، روسيا، والمانيا. مع الاسف احنا 3 بلاد منهم مقفولين. انجلترا وروسيا. ايوه انجلترا وروسيا وايطاليا مقفولين. وغير كده احنا مع الاسف برضو حصل لنا عدد من الحوادث، يعني منها حاجات طيران، منها حاجات اثرت على الصوره الذهنيه بتاعت مصر زي ريجيني، خلت انه اللي احنا بنقول عليه الصوره الذهنيه بتاعت مصر او البراند ايجيبت تاثر في اخر فتره يعني بطريقه كبيره على مستوى الدول الاوروبيه. فاحنا لما جينا نعمل الحمله بتاعتنا ابتديناها من بلاد، ابتديناها على كذا ليفل. اول حاجه البلاد اللي هي ممكن يبقى فيها مردود سريع، فابتدينا نفوكس على الدول العربيه. الدول العربيه يمكن كنا عاملين حمله في نوفمبر ديسمبر جابت لنا مردود سريع كويس جدا ب 14% عائد من الوارد السياحي. فعملنا حمله كبيره جدا في رمضان والحمد لله المردود بتاعها كان عالي جدا، وصلنا 28% زياده من العائد السياحي الخليجي. ده جزء. الجزء الثاني ابتدينا نشتغل على اسواق جديده، فابتدينا نشتغل على اوكرانيا اللي زادت بنسبه 33%، اشتغلنا على الصين اللي زادت بنسبه 26%. الحاجه الثالثه ابتدينا نشتغل زي ما بقول لحضرتك على الابحاث ونشوف امتى الاسواق بتبقى مستعده للحمله بتاعتنا. يعني مثلا ايطاليا ما كانتش مستعده. ناس كثيره اشتكت وقالت ان الحمله دي اتاخرت جدا. لا ما هو ده يعني ده وارد انه يتقال كده، بس احنا البيز هو اسهل حاجه بالنسبه لنا ان احنا ننزل الحمله. يعني بالنسبه للشركه بتاعتنا اسهل حاجه ان احنا ننزل الحمله، بس هو مش صح لانه ده يعني ويست اوف ماني. فاحنا اللي بنعمله ان احنا بنقعد تو تراك امتى النوايا السياحيه في البلاد المختلفه بتبقى مستعده. فايطاليا مثلا احنا بادئين من شهر فبراير اللي فات، نزلنا ديجيتال اتهاجمنا جدا، مارس اتهاجمنا، ابريل وهكذا. جينا دلوقتي كنا لسه في ايطاليا من 3 اسابيع، عملنا اجتماع هناك مع السوي اللي هو اتحاد الصناعات والمسؤولين عن السياحه هناك مع كل التور اوبريتورز، واتفقنا انه دلوقتي والرادي اللي هو من الشهر اللي فات ابتدينا حمله في ايطاليا. اوكي بيزد على ايه؟ بيزد على الابحاث اللي احنا بنعملها. نفس القصه في المانيا، احنا رحنا المانيا عملنا اجتماعات مع كل التور اوبريتورز وبيزد على السيزوناليتي، امتى احسن وقت ان احنا نشتغل في المانيا، عملنا الاجتماع ده ونزلنا في المانيا في الوقت اللي كل تور اوبريتورز، احنا بنتكلم على توي اللي هو اكبر شركه، على توماس كوك، على اف تي اي، مش عايزه انسى شركه، بس كل الشركات. احنا قعدنا مع
28 شركة ليها علاقة بالسياحة، إذا كان طيران أو إذا كان شركات سياحية. وكان الاتفاق على على سبتمبر إنه ده أحسن وقت، والحمد لله المردود من اللي احنا شايفينه من الكامبين از فيري بوزيتيف، والشركات دي كلها يعني الحمد لله. في ناس يا ريهام قالوا لنا انه انتوا اخترتوا او يعني ان انتوا اخترتوا اماكن ممكن تبقى معروفه جدا في لندن زي بيكاديلي سكوير، زي ودي مش هي دي الاماكن المهمه، في اماكن اخرى، ده ناس من اهل السياحه نفسهم. طيب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا في دبليو سي ام او المعرض اللي كان موجود، المعرض ده تاكتيكال اوكي، يعني احنا الوقت المناسب ان احنا ننزل فيه هو مش دلوقتي، الوقت المناسب اللي احنا ننزل فيه هو لسه في يناير اوكي. دي الحمله اللي احنا بنتكلم عليها على الكونسيومر، لكن الحمله دي مهمه جدا على تغيير الصوره الذهنيه. يعني بنشتغل مبدئيا دلوقتي ان احنا نغير الصوره الذهنيه بالظبط، بس احنا ما نزلناش بس في كادلي، احنا كنا في اكتر من 6 محطات اندر جراوند، معرفش حضرتك في عرض الصور بتاعي، احنا كنا على الاوتوبيسات، احنا كنا على التكاسي، فاحنا في الاماكن اللي هي تهمنا عشان نقول مصر از باك اوكي، واحنا وير افكتيفلي بارتيسيبيتنج في المعرض ده، احنا مش بس موجودين كابوس، احنا راجعين وبقوه ومستنيين الحظر ده يتشال عشان نبتدي الكامبين. بشكرك ريهام الصاوي، ومعايا ايضا هاني شكري رئيس تنفيذي شركه جي دبليو تي اللي هي منفذه لهذه الحمله. هاني مبروك، يعني انتوا تعرضتوا لانتقادات كبيره جدا في الفترات السابقه، الحملات كانت متاخره، حاجات تانية ترى الشركه دي بتعمل ايه، بس اظن ان الحمله دي ممكن ترد لكم بعض الاعتبار الحقيقه. مساء الخير لميس هانم، اشكرك على الانترودكشن اللي حضرتك عملتيه. يس يا فندم، القصه بس انه احنا بنشتغل فيري ساينتفك زي ما كانت وضحت الاستاذه ريهام، بريسيرش وبنشتغل بريبورتس بتجيلنا، ما بنقدرش نشتغل على اراء ناس. فبنشتغل اكوردنج للريبورتس اللي بتجيلنا من كل سوق، هل هو مستعد دلوقتي يتعمل فيه الحمله ولا لا؟ ريجي مثلا في ايطاليا، ايطاليا بتجيب لنا تقريبا 1 مليون سايح في السنه، ايطاليا بعد قصه ريجيني حصل فيها مشكله كبيره، كان لازم نشتغل على في ار وتغيير الصوره الذهنيه لغايه اما جه الوقت المناسب ان احنا ننزل فيه الكامبين. القصه مش ان انا اصرف فلوس في اوقات معينه ما تجيبليش عائد وما تجيبليش قيمه. فالحقيقه ده كله بيتحسب بفيري ساينتفك وبريسيرش. ف ايوه انا متخيل الناس كانت متضايقه انه احنا ما نزلناش الفتره اللي فاتت، بس انا كان عندي روسيا مثلا فيها حظر ما اقدرش انزل فيه. عندي ايطاليا المشكله اللي حصلت خلتنا ناجل نزولنا لاربع خمس شهور لغايه اما الدنيا تهدى شويه، وحضرتك شفتي لما معالي الوزير راح الحقيقه الدنيا كانت احسن بكتير، والمقابلات اللي عملها وكده بيف ذا ويف ان احنا نقدر ننزل بالحمله بتاعتنا. فالحقيقه القصه مش توقيتات معينه غير التوقيتات المظبوطه اللي بيبقى السايح مستعد فيها انه يجي. ف الرياكشن جاي لكم ازاي يا هاني؟ الحقيقه فيري بوزيتيف من انجلترا والمانيا اكتر ما احنا كمان توقعنا، احنا دايما بنبقى عندنا اكسبكتيشنز معينه وبنتكلم عليها وبنقولها في قبل ما ننزل الحمله للمسؤولين، انما الريسيرش اللي جاي لنا والارقام اللي جايه لنا الحقيقه الاكسبكتيشنز اكتر بكتير من الارقام اللي احنا كنا متوقعينها. ده هيحصل له المردود بتاعه على الساحه هيجي بقى في خلال الفتره اللي جايه والموسم اللي جاي. بشكرك هاني شكري رئيس تنفيذي شركة جي دبليو تي.